بخلى قصة إيمان معركة من الكراهية والتنمر، وهل لو كانت من دولة يعني غربية كنا ممكن مثلا نشوف يعني ده ضدها أو نشوف ده بيحصل لها؟ طب ما أنتوا بتشجعوا دايما يعني الحرية وإن كل واحد يبقى براحته، وكل اللي شفناه في الافتتاح بتاع الأولمبياد. لعلها المرة الأولى في تاريخ الرياضة العالمية التي يتحالف ويتكالب فيها سياسيون كبار من أمثال ترامب وجورجينا ميلوني، ومشاهير من أمثال إيلون ماسك، وأدباء عالميون من أمثال الروائية البريطانية الشهيرة جوان رولينغ مؤلفة سلسلة هاري بوتر، ومحللون كبار من أمثال الجيوسياسية الأسترالية فيلينا ثاكاروفا، ضد رياضي أو رياضية مثل ما فعلوا مع بطلة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عقب فوزها الكاسح على الإيطالية أنجلينا كاريني، والسبب ليس لشكوك حول جنسها كما يدعي هؤلاء المتكالبون جميعا، وإنما لأنها بطلة عربية مسلمة وجزائرية تحديدا، وهي صفات ومواصفات باتت تجمع كبار قادة الغرب ومثقفيه لمحاربتها إلى درجة أن تسقط عنهم الأقنعة جميعا بعد أن فشلوا في الحفاظ على واجب التحفظ في مثل هذه الحالات، خاصة بالنسبة لرؤساء دول كبرى كشفتهم امرأة جزائرية واحدة وعرت نفاقهم أمام العالم كلها. طبعا شفنا اليومين اللي فاتوا العالم كله بيتكلم على الملاكمة الجزائرية إيمان خليف المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. البنت الجزائرية اللي عندها 25 سنة اتعرضت طبعا لظلم كبير من الصحافة والإعلام الغربي ومن شخصيات كمان عالمية زي إيلون ماسك اللي تهكم عليها وشكك كمان في جنسها. كل ده خلى اللجنة الأولمبية الدولية تصدر بيان قالت فيه أن بتدعم طبعا مشاركة إيمان في منافسات السيدات وأنها مش متحولة جنسيا زي ما بيقال. الأمنة الغربية استمرت على الجزائرية لدرجة أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية طلع في مؤتمر صحفي امبارح وانتقد ما سماه خطاب الكراهية والتمييز اللي بتتعرض ليه البطلة الجزائرية، وأكد أن اللجنة الأولمبية الدولية مش هتشارك الحرب العرقية اللي بتغذيها شائعات مغرضة. المهم إيمان قدرت تواجه كل الحملات الغربية المغرضة ونجحت في الوصول للمربع الذهبي في الملاكمة، وضمنت ميدالية للجزائر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ان في سلبيات في اولمبياد باريس من وجهه نظري اكتر حاجه ضايقتني كامراه زيي فكره التنمر على البطله الجزائريه ايمان خليف لاعبه الملاكمه، واللي واجهت حمله ممنهجه بعد الفوز على بطله ايطاليا في دور ال 16. بس رد ايمان خليف عليهم كان قوي جدا، وده الرد اللي انا دايما هي دي ايمان خليف، ربنا يحميها بجد. ودايما انا بشوف انك ترد في الملعب، فكره انك هتخش في المهاترات والسوشيال ميديا وكل الحاجات دي، لا انا بشوف ان احسن رد يكون رد الملعب، وده اللي ايمان عملته وضمنت ميداليه اولمبيه تاريخيه للملاكمه العربيه النسائيه. وانا بتوقع ان شاء الله انها تقدر تفوز بالذهب، يعني املنا فيها كبير جدا جدا جدا، ولكن لا للتنمر ولا يعني بجد فكرة ان احنا نبقى بنتنمر بالشكل ده ويكون في عنصرية وما شابه، وده بيمثل ضغط عصبي على البنت. انا بشوف ان ده فعلا مدى الأذى النفسي، لكن اللعيب الشاطر اللي يعرف يخرج من الأزمة دي ويثبت ويقول انا بطل جوه الملعب، وده اللي إيمان خليف عملته لحد دلوقتي. قصة إنسانية زي اللي حصلت مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف اللي تعرضت لكمية تنمر عالمي وردت عليه بانتصار. القصة ببساطة إن في جزائرية ملاكمة جزائرية اسمها إيمان خليف، في أول لحظة في ماتش ليها مع لاعيبة إيطالية نشيتها واحدة، البنت قالت مش عايزة ألعب، مش عايزة، خلاص مش عايزة ألعب، وانهارت البنت الإيطالية، الدنيا قامت لدرجة الناس شككت إن البنت دي مش إكس واي، يعني قصدي إكس واي مش ست. وطلعت رئيسة وزراء إيطاليا قالت لا دي مش ست، دي فيها هرمونات ذكورة، إيه ده؟ وبدأت حملة تنمر على الملاكمة الجزائرية. وطلعت رئيسة وزراء إيطاليا اللي عاملة لي حموضة، ما هي أصلها من أحفاد موسوليني،
قالت اهو ده عيب بقى في الاولمبياد، يلعبوا الرجاله مع الستات. والدنيا قامت وشككوا انها اصلا مش ست. ايمان صبرت على حمله التنمر وفازت على ملاكمه مجاريه. ايمان هي اكتر لاعب او لاعبه، يعني هي في الاخر لاعب، حظيه بكميه تنمر عالمي. كان في فرحه ودعم كبير لها على السوشيال ميديا ضد اللي حاولوا اسقاطها، زي ما كتب الصحفي الرياضي مصطفى فرحات اللي كتب وقال انه انشروا صور احتفالات ايمان خليف في كل مكان، هذه هي البطلة التي حاولوا اسقاطها. ارجع لك تاني للي كان بيشرب سيجارة في البلكونة، ليه التفاعل الكبير ده على السوشيال مع ايمان؟ وليه هي عيطت بشدة كده وكانت متأثرة؟ انا اقول لك لان في حملة قذرة وشرسة ضد الست دي، مش بس من لاعبين ضدها ولا من خواجات، ده من ابناء جلدتنا، ده من مسؤولين كبار، ده من صحف عالمية وسياسيين كبار في الغرب شككوا في نوعيتها انها راجل مش ست، وطالبوا باستبعادها من المنافسات في الاولمبياد. من اللي هاجموا ايمان كان دونالد ترامب البلطجي الامريكي اللي هو الرئيس الامريكي الجاي، والملياردير الامريكي ايلون ماسك، ورئيسة وزراء ايطاليا ميلوني. تخيل. الاعلامي الجزائري حفيظ دراجي كتب على الضغوط النفسية العنصرية اللي تعرضت لها ايمان، ورغم كده صمدت وفازت في الماتش اللي بعده، وقال في تغريدة: ما اقواك يا ايمان الجزائرية ايمان خليف المتحولة جنسيا في نظر المتخلفين عقليا، تبلغ نصف النهائي في اولمبياد باريس. الضغوطات النفسية العنصرية والسياسية والاعلامية التي عاشتها ايمان لا تقدر عليها سوى امرأة جزائرية، لن يشفي غليلها سوى الذهب لتثبت انها امرأة ونصف وليست مجرد امرأة. انت استثنائية خارقة يا ايمان، ما اروعك. حتى في ابواق عربية روجت لنفس التنمر ونفس الكذب، واتهمت ايمان بانها متحولة جنسيا. وطبعا عارفين مين الجهة الاعلامية اللي ممكن تمشي في نفس طريق القذارة ده، القذارة الغربي والبزاءة دي، وتقدر تقول نفس كلامهم. ما فيش غير قناة واحدة بس انت عرفتها، قناة العربية. تخيل قناة العربية تكتب متحول جنسي يهزم ملاكمة ايطالية خلال ثواني بالاولمبياد. تخيل قناة العربية السعودية، ما اوساخك. الملاحدة العرب والعلمانيين العرب طلع قال انتوا عايشين في نظرية المؤامرة، وان الغرب بيتأمر عليكم. امتى هتفوقوا بيتأمر عليكم وعلى دينكم؟ امتى هتفوقوا بقى من الوهم اللي انتوا والمرض النفسي اللي انتوا عايشينه؟ تخيل لما رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ يطلع يقول دي حرب ذات دوافع سياسية، ولا يكتفي كده، ودوافع ثقافية. رسالة إلى الملاحدة العرب ورسالة إلى العلمانيين العرب اللي اتهمونا بأن احنا أصل يا جماعة انتوا عايشين في قوقعة ان انتوا بتتحاربوا من العالم وان العالم الغربي بيحاربكم. ازدواجية الغرب وسخريته من إيمان فضحت نفاقه، زي ما كتبت المذيعة أيضا الجزائرية آنيا الأفندي اللي قالت: لو سخرنا نحن العرب من إنسان متحول جنسيا لتم اتهامنا بالتخلف والعنصرية، لكن عندما يسخر الغرب من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ويتهمها بأنها متحولة جنسيا، رغم أن كل الفحوصات أثبتت أنها ليست ذكر وأنها ولدت أنثى بشهادة اللجنة الأولمبية، فهذه حرية تعبير. كرهنا من نفاقكم أو نفاق ازدواجية المعايير لديكم، كل الدعم والحب لك يا إيمان. هي دي الازدواجية والنفاق الغربي اللي تعودنا عليه. ايمان سابت لكم التنمر والسخرية وفازت على الست دي. موقعة ايمان قد لا تخصك، لكنها لازم تخصك في ناحية واحدة بس، ده نفاق الغرب، مش عربي مش مسلم، هذه حرب لها دوافع ثقافية وسياسية.